الحريق شعلات عافيه حنا يطلع لومبيلونس لومبيلونس جايه مع قريبه من القريعه يعني قريبه واحد تقريبا واحد 100 متر تقريبا الناس كتغوتوا شفنا الحريق هذيك شي مجهود والافارقه كاينين هنا حتى الاسباب بالضبط شنو هي ما عرفناش شنو هي بالضبط غيكون الناس كيقولوا شارجور كاين اللي كيقول بانيني ديال اللي كيطيبوا فيها اللي كيسخنوا فيها الخبز وداك الشيء فهمتيني شكون الناس ديال لا كونفين مشكورين عتقوا ما يمكن عتقوه ولكن هادشي ما خصوش يبقى يكون لان المره كتغوت قبيله جيران حتى هما اللي محيطين بالبارتما تخلعوا مساكن يعني الاسباب المباشره راه هي اما شارجور ميطاسيو ماشي شارجور هكا ولا بانين هادو هما الاسباب ديال الحريق دابا ولكن كنشوفوا هادشي بزاف شوما الناس ارواح كتمشي كوكا صاحبي انا دايز جيت كنغوت دخلت لهاد الاقامه هادي دابا الناس كتمشي هكاك هي بارت مع اللي قدام شي ساويه مع شحال مشى شاف هكاك كون على الله الاقامه فيها سكون بزاف فيها سكون بزاف انت كتشوف شوف دور شوف يعني تقريبا في يعني ايطاج فيه مثلا ثلاثه العائلات ولا اربعه تشوف هكاك اللي ما كاينش عندك راه الناس ما كاينينش فيه كاين اللي مشى مسافر كاين اللي تقدى والناس بالهيه كيغوتوا يعني حتى الباب اللي غيدخلوا منه الناس واللي غيعشقوا ما كاينش مسدود تاجات لومبيونس اللي عندهم الحق انهم شحال تقريبا ديال الوقت باش شعلات العافيه حنا جينا لقينا شاعله يعني الناس ديال لا كومبي يعني مشكورين يعني يعشقوا الروح هما في اثناء هذه شو اثناء هما كيطفيو في العافيه كيطفيو في العافيه والناس مخلوعه يعني تي الجيران مخلوعين يعني حتى البارطما ماشي هي بوحدها اللي كتعادى حتى الناس اللي مجاورين حتى هما كيتعادوا Thank you.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.